نورة، كنت عم نحكي هيك الصباح هيك شغلات عن الأطفال وكيف بيسألوا، وبنتك قديش بتسأل سارت على دليل ذكاء على فكرة. هلا هاي طول الوقت عم تسأل سنتين طول الوقت تمام، يعني دائما الطفل بده يستفسر عن كل شيء، واحيانا الاهل بدهم يدوروا شو بدهم يلاقوا له جواب يقدر هيك يقنعوه في مثل هلا المناسبات اللي رح نمر فيها. ماما شو ليش نحن اليوم هيك عاملين؟ ليش تأخرنا اليوم بالاكل؟ فقط شهر رمضان لا تسألك ليش تأخرتوا بالاكل. فبيعيش الاطفال معنا بالمنزل تفاصيل حياة يومية واستثنائية، احيانا تكون المناسبات جديدة عليهم او اول مرة بيمروا فيها، اول عيد، اول صيام، تمام. هدول القصص كلها بتكون موقع تساؤل للطفل عن ماهية المناسبة. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك العديد من الاطفال لا يدركون هذا الشهر ولماذا اختلف نمط الحياة فيه، ولكن كيف فينا نعرف اطفالنا او نوصل لهم الفكرة اللي كنا عم نحكي عنها عن هذا الشهر الفضيل وايضا قيمه الأخلاقية العالية والاجتماعية؟ وبما أنه أطفالنا هلأ معطلين رح نشاركهم كثير من التفاصيل بهالشهر أيضا، ورح نتعرف عن هذا الموضوع كله مع الأخصائية الاجتماعية بيان عيد. صباح الخير بيان. صباح الورد، يا هلا. سعد صباحك. صباح الخير. موضوع مهم اليوم عم نحكي عنه لما نقول قديش مهم الطفل يشارك معنا المناسبات إن كانت اجتماعية أو دينية، وهي التفاصيل. كيف فيني أنا بلش مع الطفل مهد له؟ لأنه في كتير يمكن أهالي بسبب ضغوطات العمل، بسبب الحياة اليومية، بسبب ظروف صعبة بتلاقيه ما كتير بيكون مهيئ الطفل أو مبلش معه تدريجياً. أنا كيف فيني بلش شوي شوي عشان ما يحس حاله مثلاً إنه في شيء غريب عم يصير؟ تمام. أحيانا في أطفال بتلاقي في يصير عندهم صدمات، ما بيعرفوا شو عم يصير، عم يحاولوا يفهموا نوعاً ما. تمام. أهم فكرة هلأ أنت ذكرتيها أنه نحن لازم نهيئ الطفل لأي شيء هو مقبل عليه. يعني على مستوى زيارة أنت بدك تروحيها، يفترض أنه أنت تهيئ الطفل أنه أنا هلأ رايحة على هذا المشوار أنا وياك، رايحين على المول مثلا، رايحين على مشوار. ليش؟ لأنه الأطفال إذا تغير الروتين أو تغيرت البيئة اللي هن موجودين فيها بيفوتوا بيموت، خلينا نقول الصراخ والبكاء الفجائي، أو بيتعكروا، أو بتحسي الطفل اكتئب وقعد قدام ماميته ما عاد يقدر يتحرك. هون الطفل بيكون ماله مهيئ للموقف اللي هو مقبل عليه. فما بالك بمناسبات نحن بدنا نقبل عليها، وهلأ لسه مناسبة طويلة، يعني مناسبة شهر لا يوم ولا يومين. قديش مهم نحن اليوم انه نطلع الطفل على هذا الشيء، بالإضافة لشيء معين انه نحن لما بنكون عم نبلش نعلم الطفل هذا الشيء نحن عم نغني ثقافته. صحيح. يعني نحن عم نحرد فتيل الأسئلة عنده من خلال انه نحن نبلش نشرح له، نبلش نعطيه افكار، نبلش نزين نحن وياه. يعني هي تفاصيل كتيرة هلا لسه انا وياكم من خلال هيك الدردشة اللطيفة اكيد رح نضوي عليها ورح نحكي عليها، بس هو اهم فكرة انه نحن نبلش مع الطفل باي مناسبة هو مقبل عليها انه نحن نعطيه لو افكار بسيطة كتير صغيرة عنها. يعني مثل سابقا كان عندنا عيد الام وعيد المعلم، نعم كتير كان حلو انه نحن اعطينا افكار للاطفال انه شو هو عيد الام، شو عملنا بعيد الام، ليش شو عيد الام، عيد المعلم ليش نحن لازم نهتم بالمعلم، مثلا نحترمه، قد نهدي، قد نقول له عبارات مثلا شكر بهذا اليوم. من الاسئله اللي بنتي سالتني انه نحن ليش لازم نعطل بعيد المعلم، هو عيد المعلم لازم نروح نحتفل بالمعلم تبعنا. لما الطفل بيسال وانت بتجاوبيه هيك اسئله خلص بيعرف، هو بيقدر ياخذ الفكره انه ليش نحن هلا معطلين، شو عم يصير. صحيح. وهون الطفل ببلش يكون فكرة وذكاء. طبعا تمام. يعني بيان دائما نحن بنقول للطفل يلي ما بيسأل عنده مشكلة، بالعكس قد ما سألوا، قد ما انتم انحرجتوا، قد ما انحرج الواحد بالأجوبة، دائما لازم ينبسط بهذا الشيء. طبعاً. هذا دليل انه عم يشتغل المخ، عم يشتغل الشعور، عم يشتغل كل شيء فيه. سألي الطفل الطبيعي لازم يسأل 300 سؤال باليوم، تخيلي. انا بحب الطفل اللي بيسال، بس بيعمل لك في مشكله مثلا احيانا نوعا من الاهالي بيقول لك مثلا ظروف صعبه، احيانا كمان المراه العامله بتقعد ساعات طويله بالعمل، ففعليا هي ما بتكون معه ب 300 سؤال. صح. يعني هي بتكون غالبا بتقدر تكون معه باخر 50 سؤال، هون المشكله. فقديش ايه اذا بتقضيهم ساعه معه منيح بجو منيح بعتقد مناسب. قديش هي فعلا بتاثر يمكن على تفاصيل الطفل؟ يعني أنا لما شاركه اليوم بعتقد بمناسبة اجتماعية هذا الشيء بيخليه عنده ثقة بنفسه. طبعاً. زيادة بيبني له ذاته. لما نحكي طبعاً. عن السنين الأولى من 2 سنين ل6 سنوات لما هو تاخذيه بتقولي له أنت
هديه مثلا للماما مشان بصير هو العيد الجاي عم فكر يجيب لك هديه، انت بتنمي حلو. عنده هي التفاصيل حلو. فقديش فعلا بتعكس على شخصيته. حلو، هذا شيء فعلا اول شيء بيبني ثقه من خلال انه هو ببلش يهيئ لسنوات قادمه انا شو لازم اعمل بهذا اليوم. الاضافه بيبني ثقه لانه هو وين ما راح باي مجتمع راح ينحط فيه هو راح يحكي لهم التفاصيل اللي صارت معه. هلا لو ما انت اعطيتي اجابات ل 300 سؤال للطفل راح يسالهم، نحن بهمنا انه انت تفاعلتي معه بقدر معين من هي الاسئله. احيانا بعض الاسئله بتحسي حالك انه انت عاجزه انا شو بدي جاوب. بالاضافه لفي شغله مهمه انه ما مهمتك كلها انه انت تجاوبي عليها. صحيح. اطفالنا اليوم القسم لازم هو يستكشفه نوعا. تمام تمام، هو يبحث وهو يلاقي جواب. بالاضافه لانه هو قد يكون بروضه قد يكون بمدرسه، المدرسه والروضه صح هلا ما لهم موجودين ان شاء الله يا رب بيرجعوا بخير صحه وعافيه. اكيد هنا بيغنوا هالاجابات هي عن الطفل، يعني لما بيكونوا هنا عم يهيئوا لانه يحتفلوا باي مناسبه عم يمرق فيها الطفل، بالتالي الطفل عم تصله أجوبة. قد صدقا ما تجي كمان الأجوبة من خلال معلم أو من خلال إدارة، قد تجي من خلال أصدقاء. هي من الشغلات اللي كتير حلوة ونحن بتنمي يعني بين الأطفال أفكار. يعني أحيانا لما بتسمعي أنت من طفل أنه والله هو مثلا هلا بعيد الأم محتفل بماميته، الطفل الثاني بغار بده يقلد نفس الفكرة. وهذا هو بعدين الطفل انعكاس لتصرفات الآخرين. تمام. يعني تصرفات الأهل لما يشوف أمه عم مثلا عم تشتغل بالمطبخ بيعرف مثلا شوفه عم يصلي بيقلدها، فهو اي شيء يقام قدامه بده يكرره نوعا ما. هو تعلم الطفل على الاخص بالمراحل الاولى من عمره هو تعلمه بالتقليد. صحيح. يعني اي شيء انت بتكوني صح وعرفي انه هو خلص هالعيون خلينا نقول عم تلقط هالعدسه تبعه عم تلقط شيء صح. عن جد الولد كثير ناقل يعني دغري بيلقط لانه بيكون خام يعني. تمام. فما في شيء معكره عم يراقب امه. تمام. حط حمرة مثلاً تلبس كربينات أمها. لا البنوتات من عمر صغير بيجيبوا الكربينات الكعب العالي. عن جد؟ هي بتردد لي وراكي مثلاً أنه أنا بقول لها نو، أنه نو ما بصير تعملي اللي عم تعملي إنه هدول التصرفات بتلاقي الولد دغري بيهزنا. تمام، على الأخص أنه الطفل كمان بحدود العمر سنتين ونص تقريباً وأنت بقى طالعة هو ببلش صار يقدر يقول جملة كاملة. صحيح. يعني بلش يسأل سؤال كامل، بلش يسألك هو عن هالتفاصيل هي، يعني هلا نحن مقبلين على رمضان، ليش أنت ما عم تاكلي؟ بده يبلش يسألك مثلاً. عادي اشرحي له. تمام بدنا نشرح والله. يعني بيان يمكن من هالحديث بدنا نستنتج باي عمر نحن بنقدر نقدم افكار للطفل، نهيئ الطفل. تمام. مو ضروري ياخذ الطفل الشغلات أكيد. من برا لانه احيانا أكيد. الام بتكون ما لها خلق خلينا نقول. صح. وكثير من الامهات احيانا بتحكمهم ظروف، ما بدنا نقول كل ام. طبعاً. هي خلينا نقول مجرد ما هي ولدت وربت فهي ام، ما ضروري أكيد. انه تكون 100% معه أكيد. دائما في ظروف أكيد. بتحكم. فقديش مهم ايضا نخصص وقت معين وبعمر معين ما ياخذ الطفل من الروضه الافكار تبعه. تمام تمام، نحن بحدود عمر سنتين ونص مثل ما هلا ذكرت، متى ما بلش الطفل اعطاكي سؤال كامل انت هون بدك تبلشي بقى تشرحي للطفل، بدك تبلشي تهيئي للطفل. طبعا تختلف الافكار اللي نحن بدنا نقدمها للاطفال، يعني الاطفال اللي عمره اليوم 8 سنين اكيد ما حيكون جوابه نفسي انا راح اعطيه للسنتين ونص، بس بالنهايه انت مهمتك تقدمي اجوبه مقنعه. يعني مثلا انت ليش ما عم تاكلي هلا؟ والله لانه مو جاي على بالي اكل. لا، هي انا من الشغلات اللي كثير بسمعها انه هي بدها تخلص من الجواب، هي بتعطي جواب غير منطقي. بس الطفل ذكي جدا. تمام، مالي جوعانه. الطفل ذكي جدا والطفل مقلد جدا مثل ما كنا عم نحكي، يعني اذا انت ما اكلتي هو رح يقلدك، هو ما رح ياكل. بقى مهم نحن حتى من عمر صغير مهم نحن نشاركه بهالافكار هي، نشاركه ب قد يكون نشاركه بزينه رمضان من عمر صغير لحتى يقدر بس شوي توصل له الفكره، لحتى يقدر يستوعبها. بالعمر الاكبر بقى قد انت تشاركيه بفكره انه انت مثلا ممكن تصوم مثلا صيام الاطفال مثلا مثل ما كنا نقول صيام العصافير للظهر مثلا لاذان الظهر، وبعد منها بقى الكبار بيضلوا مثلا للمغرب ممكن. يعني هي الافكار لما انت بتشاركيها مع اطفالك بحسوا انه انا صرت كبير، انا صرت مثل ماما، انتم عم تصوموا وانا مثلا عم صوم. هي من الشغلات اللي كثير الاطفال بيتاثروا فيها. يمكن مثل ما قلتي بعد سن السنتين يعني بثلاث سنين فيكي تخليه يشارك معك كل هي التفاصيل. تمام. لما نشوف نحن مثلا من الطقوس شهر رمضان المبارك والمحببة عنا لما كنا أطفال هي الزينة لشهر رمضان. تمام. في كتير من الناس الفانوس له رمزية. صح. بتلاقي بيحطوا أولادهم بيصنعوا فانوس معهم وبيعلقوه بيقول لك هيدا الفانوس تبعي بدي حطه على الطاولة بيحطه. تمام. جنبه. فهي التفاصيل كمان بتلعب دور بشكل كتير كبير. يمكن مثل ما قلنا الضغوطات والظروف وما في أخلاق، بس يمكن نص ساعة يعني ساعة في كتير لوم بيكون على الأهل بسبب ظروف الحياة ولأنه امرأة عاملة ولأنه دائما المحيط بيلعب دور سلبي بشكل كتير كبير. صح. بس بعتقد هي ساعة المساء مع طفلك تعطيه طاقة وحب وتشاركيه
زينة رمضان، تشاركي رسمة الفانوس، تقولي له هذا أحلى فانوس بشوفه وبعلقه وباخده. هاي التفاصيل بتلعب دور في بناء شخصية الطفل اليوم. لما بيصنع الطفل هو هذا الشيء بإيده، أي عمل فني إن شاء الله لو تكون رسمة بسيطة، إذا رسم رسمة مسجد مثلا عبر عنها هلأ عن رمضان وأنت علقتي له إياها، قديش أنت عززتي شخصيته. أي حدا بيجي شوف ماما مثلا شو علقت لي، قد انت تصوري له اياها وتقولي له انا مثلا رح ابعتها هي الصوره لتيتي، رح ابعتها لحدا، شوفوا مثلا هذا الطفل شو رسم. على الاخص هلا جايينا شهر رمضان مثلا، بالمكان اللي بتعرفوا حالكم انتم بدكم تاكلوا فيه، خليهم يعملوا هيك افكار بسيطه، زينه بسيطه، رسمات حلوه، كمان نفس الفكره هن يعلقوها بالمكان اللي نحن بناكل فيه، يعبروا فيها شو شعورهم هن تجاه هذا الشهر، او شو الافكار اللي هن فهموها تجاه هذا الشهر. هلا في كتير خطط نحن خلينا نقول بنمشيها حسب اعمار الاطفال لما نحن بنفوت على شهر رمضان. صحيح. يعني اول شيء نحن بنبلش، هي فرصه لانه نحن نعرف الطفل شو هن الاشهر القمريه. صحيح. كثير من الاطفال هن بيعرفوا الاشهر الميلاديه، بيعرفوا انه كيف مثلا ناجي الاشهر الميلاديه، بس هلا نحن حلو نعرفهم الاشهر القمريه. أكيد. نعرفوا انه هي ناجي نتيجه دوران القمر مثلا حول الارض، هي من الشغلات اللي لازم نحن نعطيهم اياها، نعطيهم مثلا نحن هلا بشهر شعبان نحن حنجي على شهر رمضان، نعطيهم مثلا فكره استغلال المناسبات بطريقه صحيحه. تمام، نعطيهم فكرة مثلا مراحل القمر، مراحل تطور القمر أو دورة حياة القمر بنسميها، هي من الشغلات اللي أنا يعني كل رمضان الماضي كان حجر كورونا استغليته بشكل كتير كبير، أنه أنا علمت بناتي هالفكرة هي. يعني جبنا من خلال البسكويت الأسود اللي عليه كريمة بيضة صنعنا نحن مراحل حلو. تطور القمر كتير كان حلو هذا الشيء، ردينا كمان هلأ ناوية أعمله بس بدي غير الفكرة، بدي أعمله من خلال كرتون أسود وكرتون أبيض، يعني ما له شيء مكلف، شيء يعني من خامات موجوده بسيطه بالبيت نحن قادرين اليوم نعلم الطفل بالمكتبه معنا يعني موجودين. تمام، ما موجودين وشغلات بسيطه. هون الفرق لما مش بالضروره انا اجيب له لابني اغلى هديه او احلى هديه. تمام. او تمام. احدث هديه، يمكن هي ساعه نقضيها باللعب هي كافيه انه تمام. ترمم جميع التفاصيل الجميله داخله. اكيد اكيد. تخيلي انت اليوم مثلا تعدي مع طفلك تشرحي له شو هو السحور، تشرحي له انه هلا برمضان بدك تسمع صوت مثلا ابو طبله، صوت المسحر اللي بده يجي، تعال نرسمه، تخيلوا مثلا خلينا نفتح انا وياك على اليوتيوب نشوف شو بيلبس مثلا، شو شكله، شو الطبله اللي حاملها، تخلي الطفل يرسمه وتعلقي له هاللوحه هي، يعني هي الافكار البسيطه، تشرحي له مثلا الصيام من اي وقت ببلش لاي وقت بينتهي، يعني هي الافكار اللي انت عم تعلميها للطفل كلياتها، انت عم تستغلي انه انت عم تعطي ثقافه للطفل، انت عم بتعلمي الطفل، الطفل عم يصنع من خلالها انشطه، ان شاء الله مجرد رسمه بسيطه، كثير الماميات بيقولوا لي ما لي خلق انا صحيح. اذا ما لي خلق بس اعطي الطفل يرسم رسمه، وانت ارسمي له رسمه قريبه وخليه هو يلونها حسب عمره وعلقي له اياها، عززي له ثقته بنفسه. تخيلي انت مثلا هلال رمضان يعني قديش هو رسمته بسيطه، اعطي الطفل اوراق ملونه يقصها ويخليه مثلا هيك يقصها بشكل صغير ويزينها من خلال اللاصق، يلزقها على هالهلال هذا، وانت كمان علقي له اياها نجمه، يرسمي له نجمه، قديش هي شغلات افكار كلها بسيطه ويقصها. قد ممكن مثلا انا بحبال الصوف بعمل هيك حبل صوف وبعطي النجمات، كمان البنات برسم لهم نجمات هن بيقصقصوها وبيعلقوها، بنعمل هيك حبله، يعني هي الشغلات متاحه موجوده بكل بيت وقادره انه انت تصنعي بسمه وتصنعي سعاده فيها مع 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 اطفالك. افكار جميله يمكن عم تبين، وايضا لازم تكون بكل بيت رغم ظروف الحياة يلي نحن عم نعيش، عملية بناء فينا نعتبرها بناء عن جد. تمام. الطفل أنا بارح كنت عم قلها لرفيقتي إنه الطفل يمكن أذكى شخص بالعالم ما فيه ينضحك عليه، ممكن أيوة. يمرق لنا هو على فكرة بفكر أيوة. حالنا إنه نحن عم نقدر نضحك عليه، ولكن بمرق لنا وبساير الطفل. صح. قديش مهم أيضا نعرف مدى إنه ذكاؤه للطفل ونتعامل معه، يعني ما نستغبي، قدي هذا الحديث مهم. طبعا طبعا، يعني لما أنت بيسألك الطفل ليش أنت هلا ما عم تاكلي وأنت والله عطيتيه جواب ما له مقنع، بعد شوي والله مثلا من خلال دعوة أو عزيمة أو أي شيء أو تلفزيون هلأ شهر رمضان المبارك، ماما شو يعني شهر رمضان المبارك؟ طب هلأ قبل شوي أنت كان عم يسألك سؤال ما له منطقي، لسه الأطفال تسأل أسئلة أعمق يعني من هيك،
بقى اذا نحن هيك تعاملنا انه هذا الكائن مثلا كثير بنشوفه استخفاف يعني بعقول الطفل، انه ما شو معه بيعرف بكره بيكبر وبيتعلم. هي من الشغلات اللي كثير نتعرض لها، انه بكره بيكبر وبيتعلم. خليه يتعلم من عندك، يتعلم من المنبع الصح، متى ما اخذ هون افكار صح باي فكره، ما بس هلا بموضوع رمضان، باي موضوع الطفل بده يتطرق له. لانه قلنا ما في مدارس، ما في روضات، تمام، وفرصه يعني نوعا ما لاقضي هاي التفاصيل، لانه بتلاقي بالروضه بفرغ طاقه، بالمدرسه في طاقه، في طاقه موجوده عند الطفل لازم يفرغها بشكل صحيح. في شغله انه شهر رمضان هو صح 30 يوم، بس هو كل يوم انت قادره تولدي فكره فيه مع الطفل. واليوم اليوتيوب يعني النت متاح ومساعد كثير انه انت تستغلي هذا الشهر مع الطفل. يعني اليوم مثلا انا وياك بدنا نطبخ طبخه وبدنا نساعد، مثلا بدنا نعطيها لحدا، يعني حلو. هي من الشغلات اللي انا صدقا حاططها ببالي بدي اعملها، انه مثل ما نحن بنشوف فرق تطوعيه برا وعم يطبخوا ويقدموا للعائلات، تعوا اليوم انا واولادي. حتى موجود سابقا بعادات وتقاليد، لما السكبه بتلاقي مثلا بيشتغل بتلاقي الولد بياخذها للجار وبينبسط. تمام. ليش قديش حلو قديش من احنا اليوم كثير بحاجته، انه اذا انت عندك القدره بالبيت انه انت تعملي فريق تطوعي، انا واولادي اليوم بالبيت بدنا نعمل مثلا اكله معينه، بدنا نسكب سكبه معينه لجار معين، لقريب معين، لحدا معين، تخلي الطفل هو يتحمل هالمسؤوليه، هو يوديها بايده. قديش انت اليوم عززتي قيمه عند هالطفل هذا، قديش انت زرعتي خلينا نقول ابتسامة للعائلة الثانية اللي هي فعلا قد تلاقي هالسكبة هي هيك سعادة بالنسبة لها. يعني رمضان كل يوم في فكرة، قد انت اليوم الطفل مثلا اليوم تقولي له انه انت مثلا، لانه هو شهر الخير، نحن بنسميه شهر الخير، قد انت تعملي لوحة اليوم تحطيها ببيتك انه هو شهر الخير. وكل يوم ليش سميناه شهر الخير؟ لانه كل يوم رح نعمل فيه فكرة انا ومثلا وطفلي ونقدم فيها خير للآخرين. الخير تبعك اليوم مثلا ممكن يكون لعائلتك، ممكن انه انت تكون مثلا بخدمة بابا، بخدمة ماما، بخدمة مثلا اخواتك، تساعدهم. انت مثلا ممكن تجهز الطاولة اليوم تساعدني فيها، مثلا نجهز عصير اليوم، ممكن يكون مهمتك انت اليوم اللي تصنع العصير. يعني هاي الافكار كل يوم كل يوم انت فيك تولدي فكرة، الطفل بحس فيها بالأمان أول شيء بعائلته، بحس فيها بأنه هو حمل مسؤولية، بحس فيها بالثقة بهالعائلة اللي هو موجود فيها، وما بحس فيها بضياع الوقت بأنه نحن هلأ ما في مدرسة، نحن بس هيك حطينا حالنا وقعدنا للتلفزيون. يعني هي أو نت هي من الشغلات اللي هلأ كتير 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 الأمهات بدهن يكونوا كتير حذرين منها. يعني إنه طفل كان عم يداوم وعم يدرس ومنشغل ومذاكرات وتحضيرات، ما فيك تحرميه بشكل معقول، يعني أكيد. ما فيك تحرميه عن واقع موجود. طبعاً أي نقطة كتير مهمة، في أخصائي بيقول لك لا تلغيها، ما فيني ألغيها إذا أنا ماسكة، بس بدي يكون متحكم أكيد. أو مسيطر لحد ساعتين الطفل متاح لإله. حتى انت قعدتي تابعتي هلا مثلا مسلسل معين، تابعتي برنامج معين برمضان، كثير حلو اذا كان بيناسب عمر الطفل انه هو يقعد معك يشاركك هالقعده هي. بس اما انه نحن لانه مثلا هلا بكره نحن صمنا مثلا، اضجرنا، تعبنا، انا راسي بيوجعني مثلا، في ناس متعودين على المنبهات بكثره، هلا باول صيام كثير بيلاقوا انه انقطعوا فجاه، بيتعبوا، بيعصبوا. نحن ما بدنا نوصل رساله للطفل انه هذا الشهر هو الشهر اللي انا بيطلع خلقي فيه ولا حدا يحكي معي انا صايم. بالعكس، يعني خلينا نعكس الصوره انه بالعكس هذا الشهر شهر البركة والتسامح والخير. تمام. وقتنا خلص، بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا، ويا رب ينعاد على كل الناس بالخير والبركة يا رب. يا رب. شكرا لك بيان على المعلومات. خليلي ياك. شكرا لك.